نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في حال ديما. اليوم ان شاء الله دائما في اطار تحضيرات شهوه رمضان ونزولا عن طلب العديد من المتتبعين عندي في القناة من بعد ما نزلت فيديو ديال بسطيلة الدجاج الملكي المخزانية، نزلت معها تمر الملوك اللي كيكون مرافق لهذا النوع ديال البساط اللي كيتقدم معها. فالناس طلبوا مني طريقة تحضير هذا النوع ديال التمور المغربية الأصيلة. فيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون طريقة تحضير تمر الملوك أو لا تمر السلطاني أو لا تمر السعدي، نسبة للحقبة اللي بانت فيها الوصفة ديال هذا التمر هذا اللي هي الدولة السعدية. هذه الوصفة ضاربة في القدم في تاريخ المملكة المغربية. هذا التمر كان من بين الأشياء اللي كتهادى ما بين الناس، بالخصوص السلاطين ورؤوس الدولة والناس الميسورة أو للعائلات اللي كيكونوا لباس عليهم في ديك الوقت، كيتهادوا هذا التمر بيناتهم حيث كان من بين الأشياء الفاخرة والملكية اللي كتكون غالية بزاف لأن المكونات ديالو غاليين بزاف. فكان من بين الهدايا اللي كتهادى المغاربة من زمان قرون، هادي كانوا بالإضافة لهذا التمر هذا كيعطيو هدية، كانوا كيفرقوا به الفطور ديالهم صباح العيد الصغير من بعد 30 يوم ديال الصيام في رمضان. أول أيام عيد الفطر أول حاجة كطيح في الجوف هي تمرة من تمر الملوك مع كاز الحليب من السم بالزهر الحور ومحلي بالعسل الحور. فبحل من باب الفرحة، من باب التكبير بشهر رمضان من بعد الصيام ديال 30 يوم، الناس كتفرق الفطور ديالها أول أيام عيد الفطر بشي حاجة اللي ملكية فاخرة بامتياز. للأسف هاد التقليد هذا ما بقوش الناس محافظين عليه. أصلا هاد الوصفة كوصفة مني كنجي نشوف كنلقى الناس ما كيعرفوهاش، ما عمرهم سمعوا بها. العائلات اللي باقين محافظين على هاد التقليد هذا قلال ومحسوبين على رؤوس الأصابع. بقوا معي إن شاء الله حتى الأخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقة تحضير تمر الملوك. اول مرحله غادي نبدا بها في هذه الوصفه ديال تمر الملوك هي الترياح ديال التمر. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال التمر المجهول من نوع ممتاز. اول شرط لهذه الوصفه هذه التمر باش غادي تخدمو يكون تمر مجهول من نوع ممتاز. انا هنا خدمت بهذه النوعيه، هذه نوع فاخر ديال المجهول. كنأكد وكنعاود على هذا الشرط، هذا اول شرط لهذه الوصفه، نوعيه التمر باش تخدموا يكون من نوع ممتاز. غادي ناخذ هذا التمر، نتوما كتخدموا بالكميه اللي بغيتوا. انا غادي نصاوب هنا نص كيلو حيت انا ديجا اولا سبق صاوبت كميه كبيره باش نشارك معكم هذه الوصفه، درت غير نص كيلو. اللي بغى كميه اكثر ما عليه الا يزيد في القياس ديال التمر. غادي ناخذ سربيته نقيه، عندي هنا كميه ديال الزهر ما زهر من نوع ممتاز حتى هو. وغادي نبدا ناخذ في هاد الحبات ديال التمر، غادي ناخذ الحبات ديال التمر ندير هاد السربيته في مزهر ونبدا كنمسح التمر مليح بمزهر، منها كنقي من هذيك الغبره اللي كتكون فيه ومنها كنريحو والهبره ديال التمر كتنسم بمزهر باش كتحصلوا على تمر كيجي هكذا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال المجهول اللي عندي. حاجه مهمه نسيت ما ذكرتهاش بالنسبه للتمر، تفادوا انكم تخدموا بتمر اللي كتكون الهبره ديالو رطبه. يعني الا بغيتوا تخدموا بالمجهول ملي تبغيو تشريوه خذوا الحبه ديال المجهول وحاولوا انكم تضغطوا عليها هكا، الا لقيتوها طايبه هاريه ما عندكم ما ديروا بها، خاصها اللحم ديالها ولا الهبره ديالها تكون شاده في راسها باش تبقى صينه ومحافظه على الشكل ديالها. من بعد ما كتمسحوا المجهول بمزهر كتجيبوا تمره بحال هكذا كتحيدوا ليها هذه البلاصه اللي كتكون هنا بلاصه النباته، كتحيدوها وكتاخذوا منقاش او لنتاف، هذا خاص بالكوزينه ماشي نتاف الحجبان هذاك ديال الكوزينه، كتبداو كديروا نتاف في هذه البلاصه وكتبداو تتحاولوا توسعوا في هذه البلاصه هذه باش تقدروا توصلوا لهذيك العلفه اللي كتكون لداخل بهذا الشكل، وكتحاولوا تاخذوا العلفه. انا هذا كيجي شويه عريض غادي نخدم بهذا، غادي نحاول نجر هذيك العلفه عندي بهذا الشكل.
باش كتخويو التمره وكتحافظوا عليها بالشكل ديالها، كتبقى التمره محافظه على شكلها. اللي شافها كيقول راه تمره بالعلفه ديالها، ولكن هي راه خاويه. غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نعاود معكم وحده اخرى. هادي ما فيهاش هذيك النباته، كنجي لهاد البلاصه ديال النباته وكنبدا كنحاول نوسع شويه، كندفع شويه غير بشويه الهبره ديال التمر باش كنوصل للعلفه. وغادي نبدا نحاول نجبد العلفه غير بشويه، كتحاولوا معها بهذا الشكل. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كميه ديال التمر اللي عندي. من بعد مساليس التحضير ديال التمر المجهول، حيدت له هذيك العلفه ديالو، غادي ندوز دابا نكمل مراحل التحضير ديال هذه الوصفه. عندي هنايا تقريبا كيلو ديال العسل الحر، شرط اساسي في هذه الوصفه كذلك العسل، باش غادي تخدموا عسل حر، سواء عسل حر من الانواع العسل اللي كيكونوا هكذا احمر، سواء ديال الزعتر او الكاليتوس او الازير او العشوب، او لا تقدروا تخدموا بالعسل الحر ديال الليمون او العسل الليمون اللي كيكون طبيعي، حتى هو تقدروا تخدموا به. غادي ناخذ هذا العسل هذا ونزيد عليه. عندي هنا تقريبا نص غرام ديال الزعفران، الزعفران خاصو يكون بكميه تكون شويه بزايد، ويكون الزعفران تزعموه في هذا الخليط ديال العسل، حتى هذا شرط من شروط انه تنجح هذه الوصفه. غادي نزيد هذا نص غرام ديال الزعفران. هنايا عندي ثلاثة الحبات كبار ديال المسكه الحره، انا هذا المسكه اللي شريت مؤخرا الحبات ديالها كبار، هذاك الشيء علاش. الا عندكم نتوما الحبات صغار تقدروا تخدموا ما بين 5 حتى 6 ديال الحبات ديال المسكه الحره. وعندي هنا شويه ديال الملحه، هذا المسك والملحه غادي نخليهم حتى البلاتي. غادي ندوز ناخذ هذا العسل مع الزعفران شعره، نردو فوق البوطه ونخليه على عافيه متوسطه حتى كتطلع فيه الغليه، ماشي غير كيبغي يغلى، كطلع فيه الغليه وكيطلع الفوق كيبغي يفيض، عاد ديك الساعه طفيو عليه. العسل من بعد ما طلعت فيه الغليه بهذا الشكل هذا كتشوفوا، كيبان لكم طلق فيه هذاك الزعفران مليح. الريحه اللي عندي في الكوزينه ما نعاودش لكم ريحه الزعفران والعسل الحر، واحد الخليط اللي خطير. في هذه المرحله غادي نزيد هاد شويه ديال الملحه والمسكه الحره باش يلاه كيذوبوا مع حد العسل سخون. نحرك واحد شويه، غادي نزيد على الملحه والمسكه اللي زدت على الخليط قياس معلقه صغيره ديال الروح ديال الزهر، من الاحسن تكون روح زهر من نوع ممتاز. المعلقه الصغيره ما تعمروهاش بزاف باش ما يجيكمش مار. غادي نحرك ونخلي هذا الخليط حتى كتهبط درجه الحراره ديالو شويه، حيت دابا راه سخون بزاف ما غاديش نقدر نخدم به، خليه حتى يتقاعد واحد شويه ونعاود نرجع. العسل من بعد ما خليته تقريبا واحد 4 ديال الدقائق حتى تقعد هبطت درجه الحراره ديالو، ما بقاش كيغلي كي كان، كتشوفوا انني كنحركو ما كيغلى ما والو. قبيله فاش كان سخون بزاف كنحركو، بمجرد ما كندور المعلقه كيطلع ثاني وكيهيج. غادي ندوز باش ندير الحبات ديال التمر المجهول، كناخذ الحبات اللي خويتهم من العلفه كي كتشوفوا، وغادي نديرهم في هذا التمر. هذا الشيء علاش كنأكد وكنعاود، التمر المجهول قبل ما تشريوه خذوا التمره وضغطوا عليها هكذا بصبعكم، خاص اللحم ديالها يكون شاد في راسو، ما تكونش هاريه ولا طيبه بزاف. نضغط شويه على هاد التميرات باش يغطسوا في العسل مليح وتشربوا هذاك العسل والزعفران المسكه والزهر. عطيتكم مكونات كيجيو نيشان، الكله نص كيلو ديال التمر المجهول كيلو ديال العسل، كيجي هنيشان ماشي نص كيلو عسل ونص كيلو تمر، ما غاديش يقدكم العسل. غادي نضغط شويه بحال هكذا، وغادي ناخذ هاد
الكسرونه هذه نغطيها بسربيته تكون نقيه ونخليها تبات كترقد حتى لغد ليه ان شاء الله. كتعطيو فرصه لهذا التمر مجهول باش كيتشرب العسل والنكهه ديال الزعفران والمسكه والزهر حتى لغد ليه ان شاء الله. ونعاود نرجع باش نكمل تحضير هذه الوصفه. التمر من بعد ما رقدته في هذاك العسل ليله كامله كيجي هكذا كيتعلق العسل كيعقد على كي كان. قربوا لكم تشوفوا كيجي هذيك الغليه اللي كتغليو العسل الحر كتخليه يعقد وحتى المسكه الحره ملي كديروها فيه كتعقدو مليح. دابا هاد التمره اللي كتشوفوا راها عامره من الداخل بهذا العسل ودوك الشعيرات ديال الزعفران شعره. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ بهذا التمر الملوك ناس زمان من مئات السنين الطريقه التقليديه باش كيحتفظوا على هذه الوصفه هذه في قلوشات ديال التراب. شخصيا كان نحتفظ به في قلوشه ديال التراب بشرط تكون مجلجه من الداخل. كنستف هذوك التمرات من بعد ما كنستفهم كنخوي عليهم العسل ديالهم كنغطي القلوشه مليح كنزمتها وكنخليها في بلاصه اللي كتكون مخبيه لا على الضوء ولا على البرد كيبقى حتى ل 20 سنه ما كيوقع عليه والو. الناس اللي طفروا على قلوشات ديال التراب مجلجين تبارك. الناس اللي ما طفروش عليهم او لا عندهم قلوشه التراب ولكن ما مجلجاش من الداخل من الاحسن ما تخدموش بها حيت الا كانت ما مجلجاش بمجرد ما ديروا فيها العسل عطاوها غير شهر ديال الوقت غادي تلقاوها شربت كاع داك العسل وتلقاو راسكم ضعتوا في مكون اللي هو غالي في السوق اللي هو العسل الحر. اللهم كبديل القلوشه ديال التراب المجلجه الناس اللي ما عندهمش ديروه في قرعه ديال الزاج. خذوا قرعه ديال الزاج عقموها مليح وخليوها حتى كتنشف على خاطرها. استفوا في هذوك التميرات خويو عليهم العسل ديالهم مع الزعفران وباقي المكونات سدوها مليح وخليوها كذلك في بلاصه اللي تكون مظلمه وما فيهاش البرد كتحتفظوا به كيبقى سنين وسنين. هذه لما طبيتوا فيه وكلتوه كاملو هذه هي طريقه الاحتفاظ ديالو ما كيوقع عليه والو ما كيخسر ما والو بشرط تكونوا خدامين بمكونات اللي كتكون دوريجين يعني حره 100% وبالخصوص هذاك العسل اللي هو اللي كيكون الماده الحافظه اللي كتحافظ على داك التمر باش كيبقى سنين طويله ما كيوقع عليه والو. الشكل النهائي ديال تمر الملوك اولا التمر السلطاني من بعد ما كيوجد ملي تبغيو تسربيوه كيتسربى هكذا. انا شاركت معكم الطريقه الزمانيه التقليديه من بدايه الوصفه لحتى لطريقه التقديم كيتقدم هكذا. كل حبه ديال التمر كتغرس فيها حبه ديال الورد البلدي كيزيد نكهه على نكهه هذاك الورد كيزيد يعطيه نكهه اخرى ملي كتسربيوه بهذه الطريقه هذه. وقبل ما كتعطيوه للناس دائما هذا التمر كيترافق مع مريشه ديال الزهر الحر كترشوه بالزهر هو الاول عاد كتسربيو الطيفور اولا الطبصيل ديال هاد التمر هذا للناس كتاخذ منه كيجي رائع. وصفه ضاربه في القدم في تاريخ المملكه المغربيه من مئات السنين. كما سبق وقلت لكم في بدايه لا فيديو للاسف هاد الوصفه انقرضت ودخلت طي النسيان وما بقوش الناس كيعرفوها وقليل فين كنلقى شي حد اللي كيعرف هاد الوصفة وكيعرف طريقة التحضير ديالها معدودين على رؤوس الأصابع في المملكة المغربية. نتمنى بهذا الفيديو هذا نكون حيدت ولو شوية ديال الغبار على الوصفات التقليدية المنقرضة والمنسية في المطبخ المغربي والتراث المغربي. نتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال تمر الملوك اولا التمر السلطاني وتردوا عليا الخبر في التعليق ديالكم كي جاكم هذا التمر المذاق ديالو والنكهه ديالو. رغم انني متاكده مليار في المية غادي يحمقكم هذا التمر هذا كيجي رائع بامتياز شي حاجه اللي ملكيه فاخره بدون منازع. احسن حاجه تقدروا تصوبوها في المناسبات وفي الاعياد ولا تهديوها للناس العزاز عليكم هي التمر هذا كيجي معمر من الداخل بالعسل كيجي معسل من الداخل بدوك الشعيرات ديال الزعفران ودوك النكهات اللي فيه. وصفه خطيره ما بقى لي نقول لكم بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم لا فيديو ديال تمر الملوك ما تبخلوش عليا بلي لايك لي كومونتير. الناس اللي ما مشاركينش في القناه مرحبا بكم ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر وتقدير على كلامكم الطيب. شكرا بزاف ما بقى لي الا نقول لكم نتلاقى بكم ان شاء الله فيديو الجاي مع وصفه جديده دائما مع كل ما هو حصري ومميز على قناتي شهيوة دار المخزن. على بروشين تشاو.